السلام عليكم. في عام 1948 سافر مجموعة من العلماء الجيولوجيين لأفريقيا حتى يبحثون على الماس والأحجار الكريمة، وكان من ضمن هذول العلماء عالم ياباني، وكان بعده شاب ومملوء بالطاقة والحماس، وكان متفائل أنه أخيراً حيحصل على الألماس. فكان يومياً يطلع الساعة 5 الصبح ويرجع الساعة 10 بالليل بالفندق. بعد مرور أسبوعين ما حصل على أي قطعة ألماس، فقرر أنه راح يبقى أسبوعين بعد إضافيين، في حال ما حصل على الألماس يرجع لليابان. وفي اليوم الأخير اللي كان مقرر به أنه يرجع لليابان، رجع الساعة 5 العصر للفندق. وهو راجع بالطريق للفندق واجه واحد من الأطفال بالطريق، وكان يحمل بإيده حجر غريب ويلمع، فطلب الحجر من الطفل. الطفل وافق بشرط أنه يعطيه قطعة من الحلوى، فأعطاه قطعة من الحلوى وأخذ الحجر ورجع للفندق. بدأ يفحص هذا الحجر بالمجهر والأدوات اللي يحضرها وياه من اليابان، وإذا بيه يتفاجئ اللي بين إيده أكبر ماسة شافها بحياته. فرجع لليابان وألف كتاب عن رحلة بحثه عن الألماس، وكتب في بحثه أن الطفل كان يمتلك أكبر ثروة بين إيدينا، لكن لجهله بقيمة ما يمتلك باحه بأرخص ثمن، ولو كان يعرف قيمة اللي بين إيدينا لكانت سبب في نجاته هو وأهله، بل والحي أكمل من الفقر، لأن يعني الألماسة كانت قيمتها أكثر من 10 مليون دولار. العبرة من القصة، كثير من الناس ما يعرف قدراته اللامحدودة اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى، فيضيع حياته ووقته رخيصة. إذا كنت تبحث عن السعادة، عن التغيير، عن النجاح، فابحث عنها بداخلك، اكتشف قدراتك اللامحدودة اللي أعطاك إياها الله سبحانه وتعالى. وفي أنفسكم أفلا تبصرون.